السلام عليكم، ازيكم؟ عامل ايه؟ معاك كابتن اسراء وكابتن محمود. النهارده هنتكلم على التمارين اللي بتشد الجسم عموما وبتحرق معاك دهون. هتناخد اول تمرين، تمرين الكتف. يلا يا كوتش. هتلعب عدات كتير، تنفس كويس وبالراحه عشان تحرق معاك دهون. يعني كم عده مثلا؟ ممكن نجيب 50 70، على قد ما تقدري، بس عدات كتير في 3 مجاميع او 4 مجاميع، وتنفسي كويس. تمام. بعد كده ناخد شكل تاني. يلا يا كوتش. وتعيدي طبعا. تمام. بعد كده ناخد شكل تاني، ناخد دراع بقى، وانت واقفه نفس الوقفه برضو. شرط ما بس حاجه في ايدك، يعني او ممكن ازازتين ميه مثلا كفاف جدا. تلعبي تبادل بالراحه برضو، عندك كتير 3 مجاميع او 4 مجاميع. تمام. اوكي. ناخد مجموعه شكل تاني، تشيست مثلا، فتح ايدك كده، تطلع من قدام، وبرده بتعيد كتير برده. دي بتظبط معاكي الصدر، في دهون طبعا بتحرقها. تمام. بعد كده تاخد شكل تاني، بتبقي اوفلا، اديكي سنه بتعدي لك عدد كتيره برضو طبعا. المجموعه الواحده اللي بتجي فيها عدات خليكي فيها 4 مجاميع مثلا او 3 مجاميع، نفس العدد. دي طبعا بتحرق الدهون بتاعه البنج، اللي هي الدهون طبعا متراكمه، وبتشد عندك عضله الشيست، عضله الصدر عندك بتشدها. ناخد شكل تاني، رجلين طبعا، تبقي واقفه كده كانك هتقعدي على كرسي، تعملي بوش اكتر لورا بجسمك، تطلعي وتنزلي بالراحه على قد ما تقدري. تنزلي تنزلي، نفسي برضو، وتجيبي عدات كتيره. تمام. ناخد شكل تاني للرجلين، ممكن برضو وانت نايمة. ترفع رجلك لورا بالراحة برضو. وبتنهي، بتنهي العدد بتاعتك برضو في عدد كتيرة زي ما احنا قلنا. والنهارده كده يبقى خلصنا تمرين الرجل، تمرين الكتف والدراعات. وشكرا، نشوفكم في حلقة تانية. باي.